السلام عليكم الاخوه الاخوات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي تشوفوا معايا كيما غادي نديروا في هذا الفيديو هذا، وغتشوفوا واحد الشيء اللي عجيب جدا. غتشوفوا الناس المساكنه، هذوك المدمنين اللي كيستعملوا المخدرات، اللي فاقدين الامل. لان هذا الفيديو غيوريهم بان الناس اللي بغات تعالج تقدر تعالج. كيما كتشوفوا هذه المستشفى دايره في باكستان، كيفاش كيدخل فيها واحد، كيدخل فيها انسان في شكل كيخرج في شكل كيخرج، يدخل فيها واحد المدمن اللي مسكين حالته مبهدله، هذا كيفاش كيخرج فيها في واحد الحاله زوينه. بقاو معايا حتى الاخير وشاهدوا هذا الفيديو، وما تنساوش تبارطاجيو باش تفد باش كاع الناس تشوف هذا الفيديو. كاين شي ناس غيكونوا محتاجين بحال هذا الامال وهاد الطاقه الايجابيه. حاولوا ما توقفوهاش عندكم، حاولوا تبارطاجيوها مع كاع الاخوان، واللي كيعرف شي انسان مدمن يوصل لي هذا الفيديو يشوف ان شاء الله يكون السبب تاع الشفاء ديالو، السبب تاع انه يدير واحد العزيمه ويبعد على المخدرات ويبعد على اي حاجه اللي كتهلك الصحه ويرجع للحياة العادية. والسلام عليكم يا إخوان. هذا مستشفى في باكستان اسمه مستشفى دار الحق لمعالجة الإدمان، يصور المدمنين قبل وبعد، لاحظوا هذا بعد وهني قبل. مو بس هذا المثال، أمثلة كثيرة عارضينها. عندك هذا الشخص مثلا، لاحظوا أول ما دخل وبعد ما تعافى تماما من الإدمان. الفكرة من المستشفى انه عبارة عن مصح بالكامل. لاحظوا هذا اللي اقصده. شوف شلون اول ما دخل بالشكل هذا، للأسف الشديد بسبب المخدرات، وهذا بعد تعافيه. تغيير جذري فعلا. الادمان والمخدرات تلعب بالجسم وتلعب بالانسان. شوف والله فرق. هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للأسف الشديد المخدرات لعبت فيهم. يا ربي لك الحمد على النعمة اللي هم فيها. شوف نعمة اللي الله يلطف فيه ويصلح حاله من هذا الحال. شوفوا هذا الآن، هذا قبل، ها شوفوا بعد، ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه والله اللي يسمونها مؤسسة إصلاحية. لاحظوا المدمنين شلون يدخلون هذه المصحة وهذا المستشفى، وشوفوا شلون يطلعون بهذا الشكل. فرق السماء والأرض. شوفوا شلون صحتهم وعافيتهم، بياض وجيههم. شوفوا أول ما دخلوا فرق شاسع، لا بهذلة لا شكل لا ملابس.